أول ذنب عصي الله به في الأرض. كيف يا شيخ؟ أول ذنب عصي الله به في السماء امتناع إبليس من السجود لآدم، سببه الحسد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته أسجد لمن خلقت طينا؟ فحسد آدم، حوله الله من الملأ الأعلى إلى شيطان رجيم. في الأرض أول معصية قتل قابيل لهابيل، عشان حسده يا الله. فالحسد أمره عظيم كبير خطير. يا أخي أنت قاعد شو تسوي؟ أنت قاعد تكره نعم الله على خلقه. الله عز وجل يقول قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.